أخر مناي لبنان سيجعل العدو يندم على عدوانه ويقول أن كافة قوى المقاومة مع حزب الله. خلينا ناخذها بالله شوية واحدة واحدة. لبنان سيجعل العدو يندم على عدوانه. أنت كلكم جاي تلاحظون شنو اللي قاعد يصير بلبنان، شلون راح يندم العدو ما أنت الساند في هذا كله. الآن مهماتك انتهت حبيبي، المهمة مالتك انتهت. وهذه الثانية، المقطع الثاني، أن كافة قوى المقاومة مع حزب الله، هي هذه اللي يدق عليها، لأن هم يريدون هسه مع وجوده، لأنه ما يقدرون ينهون إلا ينهون هاي المشكلة. يريدون أن القوات هذه وكل الحشود تندفع لهم. شو يريدوا يحققون بها؟ يحققون بها خسف حرسته. يعني أكو ناس ما تصدق يقول لك شنو يوم حرسته إنه باوع. هم راح يجون عشائر وميليشيات وما أعرف إيش، هذول راح يندفعون من سوريا، لأنه حرسته وين صايرة؟ هي بين لبنان وسوريا، فهم هنا راح ينتظرونهم. راح تصير الخسفة، هي خسفة بالصواريخ طبعا، راح يسوونها خسفة، ولا ربما يدخلون بها بعض التقنيات مثل هاي الزلازل والأعمدة وما أدري شنو عندهم هالسمون. ويقول هذا الخرى منائي أن من واجب المسلمين الوقوف إلى جانب لبنان وحزب الله. هاي من المسلمين ويخش يقصد هاي الآن التركيز على العراق. العراق جمعوا بي للعلم، جمعوا بي من سوريا ومن لبنان ومن اليمن، هؤلاء كلهم موجودين، لكن أهم شيء عندك العراق، لأنه يريد يطلعون كل الناس اللي شاركوا هاي الحكومة والميليشيات، يعني الميليشيات وعشائرها ما يريدونهم. وأيضا خرى منائي أصدر بيانا يوقف أكد فيه الدعم الكامل لحزب الله من قبل محاور المقاومة في المنطقة، يعني يقصد بها هذول هم الأنصار الله وما أدري هذول اللي عندنا بالعراق وبالسوريا وباليمن، مشيرا إلى أن إسرائيل أصغر بكثير من إلحاق هزيمة بالحزب هزمه. وصدر هو بالحزبين لأنه مطلوب، يعني هو الغرب يريد هذا، لأنه يريد يبدي يعني مثل أوروبا. يعني أوروبا شلون اتدمرت؟ أنت شفتوا يعني بناء أوروبا مو مثل بنائنا. يعني ألمانيا شلون دمروها بالحرب، دمروا باريس ودمروا دول عديدة، قتلوا 70 مليون. وين وصلت؟ أعادوا بناها. الآن إعادة بناء الشرق الأوسط يختلف، لأنه هذه هنا تكمن ثروات كلها هنا موجودة، وهذه أسهل لهم. هم يريدون هذا لأنه عندهم يمتى إعلان؟ إحنا ليش نقول ماكو وقت؟ إعلان النظام العالمي الجديد يمتى؟ 2030، يعني ما باقي شيء عندك. هاي السنة خلصت، يعني هم راح يكملون هاي الشغلات والتنظيف والدرجة، راح يستمرون بها لربما إلى الشهر السادس من 2025. شو يريدون هم إلى أن يكملون؟ لازم بناء، لازم يرتبون. إعلان النظام العالمي الجديد يبدأ على نظافة، ينتهون من كل هذا. طبعا أكو مشاريع استراتيجية قاعد تمشي الآن. شوف بالسعودية ما شاء الله عندهم مشاريع ضخمة، وفي العراق أيضا، ألا ما حد يعرف أن هنالك مشاريع أيضا ضخمة، وهذه هم يريدونها.